مع سفراء ودبلوماسيون عرب في السودان المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائدا إنسانيا طال عمله الإنساني كل بقاع الأرض. الرحيل المر، هكذا وصف البعض النبأ رحيل أمير دولة الكويت وأمير الإنسانية صاحب السمو الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح. نعزي باسم وزارة الخارجية السودانية وباسم حكومة وشعب السودان الشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له أمير البلاد المفدى، نسأل الله له المغفرة والرحمة، ونؤكد لإخوتنا بالكويت بأن السودان باق مناصر وداعم لحكومة وشعب الكويت، وأيضا لا يفوتنا أن نبارك للشيخ نواف الصباح الأمير الجديد للكويت، ونعاهد إخوتنا في الكويت حكومة وشعبا بأننا سنقف معهم في كل كبيرة وصغيرة كما هم يقفوا دائما معنا في السودان. توافد إلى سفارة دولة الكويت في الخرطوم عدد من ممثلي الحكومة الانتقالية شملت مجلسي السيادة والوزراء وعدد غفير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان وبعض الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني التي جاءت معزية في فقيد الإنسانية والأمتين العربية والإسلامية. نيابة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت ومكتبها هنا في السودان، فنسأل الله أن يخفف عن أهل الكويت هذا المصاب الجلل، وأن يخفف عن الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يخفف على مجتمع الإنسانية جمعاء. السودان من الدول التي وقفت دولة الكويت معها في كل المحن والإحن، حيث كانت حاضرة بقيادة قائد الإنسانية. يعجز اللسان عن التعبير عن مشاعر الحزن والأسى والألم بفقيد الكويت وفقيد الأمة العربية وفقيد الأمة الإسلامية وقائد العمل الإنساني وصوت الاعتدال وصوت الحكمة وصوت التوازن ومؤسس قواعد الدبلوماسية الكويتية. امتد عطاء قائد الإنسانية الراحل إلى ما وراء البحار، كان رجلا بقامة وطن افتقدت الإنسانية روحه الوفاقية ومبادراته لرأب الصدع بين الأشقاء. نعزي أنفسنا في دولة قطر قبل أن نعزي أشقائنا في الكويت، لأن المغفور له الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عزيز على قلوبنا وعلى الشعب القطري أميرا وحكومة وشعبا، وكلنا ألمنا هذا المصاب الجلل. مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء، كان أبا للإنسانية ملبيا نداء الحاجة وإغاثة الملهوف وعونا للمحتاج، بالإضافة إلى مواقفه الواضحة أمام قضايا الأمتين العربية والإسلامية. هذا فقد لشعب فلسطين في المقام الأول قبل أن يكون فقد لشعب الكويت الشقيق، فشعب فلسطين كله بكافة فصائله وأطيافه لا ينسى لأمير الكويت رحمة الله عليه كل مواقفه السياسية والإنسانية وحكمته وعطفه ورعايته للشعب الفلسطيني في كل مكان. عرف عن أمير الإنسانية حبه للخير، كان قلبه الكبير يسعى الجميع لا يفرق بين عرق ووطن، عطاء إنساني لا تحده جغرافيا ولا ديمغرافية الإنسان. وفقد سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ صباح هو فقد للأمة كلها، وبفقده فقدنا الحكمة والقلب الكبير الذي احتضن هذا الوطن العربي والإسلامي الكبير. عددت مآثره الطيبة جمعيات وهيئات عالمية، وعلى خطى الإنسانية نصب الكويتيون الأمير الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي حمل مشعل الإنسانية خير سلف لخير خلف. برحيل أمير الكويت فقدت الإنسانية رجلا بقامة أمة وقائدا عظيما، رحل عن دنيانا الفانية لكنه خلف وراءه درسا عظيما في الإنسانية وحب الخير. لتلفزيون دولة الكويت أماني عبد الرحمن السيد، الخرطوم.